السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في البث المباشر من المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، الذي يعيش حدثا كرويا متميزا كلما تعلق الأمر بديربي البيضاء، مباراة تجمع الغريمين التقليديين الوداد الرياضي البيضاوي وفريق الرجاء الرياضي البيضاوي. مباراة اليوم هي عن مؤجل الجولة السادسة من الدوري الاحترافي إنوي ديربي 33 بعد 100. ممكن القول بأن اللقاء يأتي في ظروف خاصة للفريقين، أولا لعودة الجماهير، جماهير الفريقين، فكان فوز كروي الذي اخذ الرياضه بهدفين محليا عربيا وافريقيا بل وعالميا، جماهير اللي غابت لمده قاربت ثلاث سنوات تقريبا، اذ كان اخر لقاء الجماهير كيعود لعام 2019 قبل ان تجرى باقي المباريات سواء بالدوري او كاس العرش امام مدرجات فارغه. امامنا مندير كبير مدرب التونسي الذي سيلعب اول مباراه وهو يقود فريق الرجاء الوداد الرياضي. فريق الوداد، فريق الوداد اللي من يحيى عطية طلع على مستوى الدفاع، الماضي لقاء الذهاب كانت بهدف لمثلية صلاح الدين بيشو سجل لفريق الوداد من تقديم التمرينات بسبب لاعبي ومهاجمي فريق الرجاء في الوقت الحكم كان الخطأ، لاعبين ديال فريق الرجاء طلبوا من سمير الكزاز بانه يكون هناك دوري الابطال 2017 امام الاهلي المسلم، تولى المحاوله محمد اولاجم دخول داخل منطقه الجزاء، تدخل الحكم كان قرب العمليه، كانت مطالبه بخطا بضربه جزاء، الحكم كيطلب مواصله اللقاء، اصبح الان مرتد هجومي كيقودوا وليد الصبر ولمتابعه الصوره. اذا سمير الكزاز بعد هذا هو اللي قلت، بعد التواصل مع رضوان جيد والحسن عزقاو، فطلبوا منهم انه يمشي يتابع الصوره ويتابع اللقطه بعد تدخل شوت، كيعلن على ضربة جزاء. إذا ضربة جزاء لفائدة فريق الوداد، ضربة جزاء لفائدة فريق الوداد كتجي في حدود الدقيقة التاسعة بداية هاد المباراة. أنا الزيت عنده كان عنده كلمة أخرى، يحيى جبران تدخل، تدخل أنس الزيتي الذي يبعد الكرة وتدخل أمام يحيى جبران، هذا هو اللي قلت بأن لاعبين عندهم خبرة وتجربة، يحيى جبران هو تدخل الحارس أنس الزيتي. لاحظوا الفرحة الكبيرة ديال جماهير فريق الرجاء بهذا التدخل في الوقت اللي جماهير الوداد، الوقت اللي تم المحاولة من الجهة اليمنى عكس المية، ولكن الكرة كتخرج خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد. عيادة رضا الجعدي، تسديد ديال رضا الجعدي ممتازة، تدخل الحارس أنس الزيتي مرة أخرى، تألق الحارس أنس الزيتي العقد ديالو مع فريق سان بيدرو الإيفواري، تسديدة في يد الحارس أنس الجزائري في الوقت المحاولة لفائدة فريق الرجاء، محاولة تمرير من الجهة اليسرى ولكن كانت بعيدة، تسديد كحل، هذه فرصة، فرصة لفائدة فريق الوداد، تدخل من تيك، هناك سوء تفاهم، خطر بكأس السوبر القطري في من تابع هذه المحاولة، عكس المية والخطأ، عكس المية انطلاقة والإنذار، إنذار وبطاقة في المباراة، تدخل أمام لاعب الكحولي عكس المية، الحكم يعلن على خطأ. أن وراء الكرة محمد الناهيري يسدد، كرة كتضرب في 6-0، تبادل المحاولة من الجيل اليمنى، تبادل فرصة وتدخل وإبعاد، الكرة كانت فرصة، تمريرة من يسري بوزوق داخل منطقة الجزاء، البحث على عكس المي، تدخل وإبعاد الكرة لأشرف شرف، كرة القدم الوطنية، هذه فرصة، فرصة لبيت فريق الرجاء، فرصة، فرصة وتضيع، فرصة الهدف بالنسبة لفريق الرجاء تضيع من طرف عبد الرؤوف بن غيت. الرجاء تجربة رفقة الإمارات الإماراتي، لاعب أولمبيك أسفي، وكذلك لفريق مراد بن حسن، كرة كمرة في الجهة اليسرى لصعبوت جونيور، فرصة وتسديدة وتدخل الحارس، تدخل الحارس أنس الزيتي في أول عبدو الحيو، العبدو غير يرفع الكرة من الفعل، رفعت الكرة البحث على صعبوت جونيور، ولكن لاحظوا الحراسة اللي مضروبة عليه من طرف في ليبيتي بين الهضبة الكريم والمغرب التطوالي، انتبهوا هذه المحاولة، مشات الكرة في الجهة اليمنى، محاولة المراوغة، هذه فرصة يسري بوزوق يمرر فرصة، وليد الصبار دائما تحت الكرة، وليد الصبار شوية بين وليد الصبار يمرر في الجهة اليمنى، فرصة للرجاء، فرصة والكرة تمر، الكرة تمر جانبا من القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد رضا التكناوتي، لاعب يسري بوزوق يسدد أمامنا، الكرة مرات جانبا لتضيع هذا رضا الجعدي كيمر في الجهة اليمنى، فرصة لفائدة فريق الوداد، محمد أولاجم تدخل محمود بن تيك والحكم يقول ضربة مرمى لفائدة فريق الرجاء. دائما هذا البناء فريق اخر، تبادل المحاوله، تمريره ممتازه، فرصه وتدخل الدفاع، تمريره المدربين خصوصا اللاعبين اللي كيلعبوا لاول مره ليس بالسهل يعني الدخول في اطوار هذه الاجواء
ولكن محمد النيري ترجع كرة على مستوى الدفاع جمال الرجاء محمود أو محمد الزريدة فرصة تسديدة ولكن بعيدة روجر موريس أولو تسديدة قوية ولكن فوق مرمى الحارس أحمد رضا التقنوجي العودة والتغطية من أيوب العبلود وكان فوق تفاهم حسن الحظ بأن الكرة مشت خارج أرضية الملعب وضربة مرمى لفائدة فريق الوداد أمام حسنية أكادير في الوقت فريق الرجاء كان توج البطولة الوطنية لأقل من 19 سنة وصر لأكاديمية محمد الزاز لكرة القدم بهدف لا شيء ولكن بين العمل الحكم سمير الزاز كيوقف اللعيب لأن هناك دخان كثيف في الملعب وهذا يحجب الرؤية وبالتالي إيقاف المباراة في انتظار أن تصبح الرؤية أكثر وضوح حماس على مستوى المدرجات والتمريرة ممتازة لمحمد أوناجم فرصة لفائدة فريق الوداد محمد أوناجم تسديده الحكم المساعد رفع الراية الحكم المساعد رفع الراية في الوقت الكرة تعانق الشباك فريق الوداد اللي كيسجل هدف الحكم المساعد رافع الرايه سنتابع هذا المحاوله التمريره في اتجاه لاعب محمد اوناجم هنا الان كينتظروا الحكم امامنا الحكم سمير الغزاز وبالتالي بدايه قويه لفريق الوداد بعد ما كانت كذلك بدايه جيده خلال الشوط الاول والحصول على ضربه جزاء اللي دعت من طرف العميد يحيى جبران إذا هدف هدف لفائدة فريق الوداد بعد متابعة الصورة ومتابعة اللقطة هدف أول لفائدة فريق الوداد بواسطة أيمن الحسوني فرحة لحسين المتولي شامل إدريسي ومصطفى الخلفي والطاقم التدريبي لفريق الوداد فرحة كبيرة كذلك الجماهير فريق الوداد إذا أيمن الحسوني هدف محاولة بواسطة لاعب يسري بوزو رفعت الكرة فرصة وتدخل الحارس كانت فرصة لفائدة فريق الرجاء في الوقت اللي هناك سقوط جاء لعيب أكسل بي وزكريا حدلا خروج الحارس فرصة فرصة للرجاء فرصة زريدة يسدد تدخل دفاع وإبعاد الكرة نقول بأن الكرة كان في اتجاهها لشباك وللمرمى تدخل وإبعاد أكسل بي بي فرصة فرصة تسديدة مرة جانبا أكسل بي لعيب الكابولي يسدد كرة مرة جانبا من فريق الرجاء لعبت الكرة دائرية فرصة رأسية دائما الخطورة زكريا الهبطي ممتازة ولكن مشات كرة فوق المرمى رفعت الكرة من زكريا الهبطي ولكن الكرة مشت فوق الرجاء يحيى بن يحيى عطية رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء فرصة فرصة والثاني للوداد الثاني لفريق الوداد بواسطة تصامبو جونيور الذي يتمكن من وضع الكرة في الشباك في الوقت اللي تحدث على استغلال الكرات الثابتة الرد جاء سريعا من السينغا لصامبو جونيور في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك فرحة كبيرة لجماهير فريق الوداد بهذا الهدف الثاني واستغلال ممتاز لهذا الخطأ وهذا الكرة الثابتة أمامنا السنغالي صامبو جونيور الذي يتمكن من وضع الكرة في جماهير الرجاء وقفة جماهير الوداد إذا الحكم سمير زكي في ضربة جزاء بالفعل إذا ضربة جزاء هناك لمسة يد حسب الصورة وحسب القرار ديال الحكم بعد متابعته للصورة إذا ضربة جزاء لفائدة ديال الحكم الناهيري في السعاد كيسددوا الهدف إذا الهدف الأول لفائدة فريق الرجاء الذي يتمكن من تسجيل الهدف الأول وتدويب الفريق أصبحت النتيجة الآن جوج الأهداف مقابل هدف واحد محمد الناهيري ذكر بأنه آخر هدف سجله محمد الناهيري في شباك فريق الرجاء كان في إياب ثمن نهائي كأس محمد